فالحين يوم فتح هذه طلعت دي، فبنجربها ونشوف. حجر اول شيء حجر ورقه مره واحده عشان جيب مره واحده يلا بسرعه تروح حجر ورقه القص انا بس انت ايش اللون؟ بختار احمر وردي. ايش تبغى انت ازرق؟ ايوه احمر احمر. لا مع بعض كلنا يلا واحد اثنين صار صار شوف كيف راسه اكبر من راسه. طيب تقويمي مش كما هي الطعمة فراولة حلو كأنها وحدها اذكر كأنها سكيتلز عرفتها هذه حنطة ايه عرفتها ايه تعال قرب احب تجيب حلوة ثانية خاف ما يبغى خلاص قيمة ما تشوفوا هذه الحياة؟ ليش أخذت لون؟ أزرق؟ لا أيوه طب دقيقة ما هي مرة دي الأحمر طعمها طعم اندونيسيا صح؟ يوم سافرنا اندونيسيا كنا هي الله أعلم والله طعمه نفس مويتهم نفس من دروسيا بشكل عام. كل يوم تمسكت فمك. هلا صار يلا بس. الحين الأحمر. بدينا كانت تضحك. حلو والله طعمها عادي يعني ما هي حامضة يعني جلي. حلا مع حامض حلو. هذه الحامضة. هذه خايزة هذا ظلمة العام. نجرب واحدة بس. خلنا نجرب الليمون. لنا ثلاث دقايق ذا بيخلص اخلص يلا واحدة حامض سكر لا تاكل بدون صوت كل بدون صوت ترى هذا اللي في الفطور ياكل بصوت مزعج حامض شوي زي حلاوة الدودة صح؟ اي والله والله صادق يلا انت افلقر خلاص يلا في الوقت يلا معز البرق